نحن اسفين عم بصير تقصير على القناه ولكن بسبب الحجر بسبب الحجر يا جماعه 20 يوم ممنوع من عم بات نطلع ونفوت لا بلا مطوع الحديثة 21 يوم اجبر يعني يا جماعه اذا بدنا نطلع نجيب اغراض تحديات او شيء كله تسكر خالص ما في عمل بالبيت نعم يا بيت يا سيدي فكرة اليوم هي تحدي راح اشرح لهم اياها تحدي مع عيلتنا الكريمة يلا خليكم معنا على كل حال يا جماعة عنا هذا التحدي حاليا نعم طبعا مثل ما شايفين هون في عنا 3 مربعات كل شغلي فيها 2 2 2 وهون فيها وهون في هدية وهي هاي سمين. اللي عملت التحدي مشانها لانه تقاتل عزام وابو جبل عليا انا هاي جايب لهم اياها لهم الاثنين فهذا بقول هاي الي وهذا بقول هاي الي طبعا هاي مو اعلان يا جماعه لا بس ايوه عن جد انا جايب هديه فيها سماعه محوريه وفيها كيبورد وفيها ماوس جايب له اياها هديه لعزام وحمودي ولكن عم بس عم يتقاتلوا على شكلها والوانها وكذا هي يا جماعه الكيبورد طالع الوان موس طالع الوان سماعات طالع يعني شغله خياليه انا عايزه اشتريها وانا بدي اسرق من طقم مشان السماعات وهيك يطلع حلو ما بدي اسرق على كل حال هي راح تكون الجائزه الكبرى ممكن تطلع لي الي وانا ما اعطيكم اياها القصه انه هلا نحن انت بدك توقف وتدفش هاي ايه. بس قبل ما تدفشها بدك تختار يمين او يسار وطبعا انا بنصحك الك ولاخوك مو شرط تكون هاي الجائزة الكبرى. هي الكبرى مو ممكن يكون في ورقة من هون هي الكبرى ممكن يطلع لك هون يا ابو جبل مبلغ بتجيب من هاي 3 طيب خلونا مباشر مين دي بلش من الوسطانة للكبير يلا انا حموي انتي بلش اختار يمين او يسار وزطح طبعا ليش معنا كالصغير انا رح اختار يمين يمين هذا اليمين أصدق ايه. يلا يمين. حبيبي اجت على هذا اليمين الثاني هون اختار واحدة من بيناتهم اجت ضمن هذا المربع يا ما تنتهي يعني عشان افتحنا نشوف فرجينا شو هاي 35 معدي really nigga 35 معدي من اوله شو هذا انت صايم يلا انا صايم بسرعه بسرعه عد 1 2 3 ايه عشان 5 6 انت صايم والله زعلان عليك يلا قوم يا جماعة نحن دايما نرحم عزام بهيك عقوبات بس عزام ما بيرحمنا هيا ندور حمودي بدك تختار يمين ولا يسار يسار ولا يمين وتذكر انه ممكن اليمين يكون فيه اكتر من اليسار جرب يمين 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 يلا روح يلا. يمين قلبي عم يطلع لعند الجيران جيبولي يلا اجت برا لا اي برا برا دوري صح؟ صح هاي مشكي عم تحوس كتير ايه اختار اختار تختاروا لي انت؟ ايه شو؟ يسار هون؟ يسار يمين يمين ايه لعندي مين يسار كله عم يختار يمين لحد الان بدنا نشوف الورقات شو فيهم يلا هلا انا بدي اقول لكم سر
يا جماعة هدول الورقات بصراحة محمد هو اللي كتبهم، فلا أنا ولا الأولاد ما أنا كتبتهم بصراحة. فأنا رح اختار هلأ اليمين، بس أنا عن جد ما بعرف شو بالبون. يلا روح. الإضاءة بتتغير كل ما بتيجي الشغلة على الأرض. رجع ستة بركي بتتغير. تمام منيحة. رجع ستة. رجع ستة. لك عاد. ليك رجع تغير. يلا. يلا معناتها هلا دوري. دور عزام طلعوا برا تبعوتنا. يلا 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 عزومي عزومي عزومي. يسار. يسار. يلا. يا الليلة يشبع. لا 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 ليك بابا ليك ليك هاي المربع ليك المربع صدق المربع ليك حبيبي زنك 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 شوف 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 ايدك 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 ايه شوف لي مبدأ فيها لا تحركها يا اخي والله يا ابي على الخط هي جايبه نص الخط ماشي موافق مالي عيده لا دور حمودي يلا ابو جبل دوره بسم الله الرحمن الرحيم استنى بدي اغير لون قبل لا بابا يلا يلا هذا اللون عجبني حس الطرف بسم الله الرحمن الرحيم يسار يلا يسار كمان هني لا يسار هيك لا يا اخي ليك شوف حسبه ليش عم تغير وقف ليك اخي كانت هيك ليك هيك تمام اذا منقربه شوف تعال شوف تعجب منه دقيت تعجب بس انت حسيتك انك غشيت اخي كانت هو ليك انا تمام لا طب عيدة ابو جبل عيدة ايه ولا شيء يلا مستطيل اوه بدي دوري يلا خلوني انا على جنب اليمين نفسي اشوف شو فيهم هالورقات بلكي بيطلع لنا شيء مبلغ خليه على اليسار هلا اخذت على اليمين انت انا بس ما طلع لي شيء يلا صحيح حتى انا يمين هون يلا اينو اختار برايكم انا برايي هي اللي جواني هاي ايه بسم الله الرحمن الرحيم فرجينا تنزل ستوري تقول انا مفطر يا نزل ستوري تقول انا مفطر لا مفطر نزل ستوري تقول انا مفطر على صفحتك صعبي بدك تنزل يا جماعه حمودي جيب له جواله يا جماعه وما فينك تقول انا بتحدي او ما تحدي بتنزله بعد 10 دقائق بتنزل بتقول تحدي بكره بتشوفه تمام طيب يا جماعة نزل ورا بعد ما في مشكلة المهم أول مرة يشوفوا يا جماعة اللي ما نو متابعني على الانستغرام تلاقوا حساباتنا رح تلاقوا حساباتنا بصندوق الوصف روحوا تابعوني على الانستغرام لأنه عم فكر أعمل هدية على 5 مجموعات من هدول إن شاء الله يكون حصل هلا بفكروا وإعلان من الفائزين لا يا جماعة سكر مو اعلان يا جماعة هدول انا شاريهم مجموعة كتير حلوة ليكو عن جد يا جماعة كيبورد هلا ابي اي حدا بيربحها بيفتح لنا اياها بنجربها على اللابتوب بنفرجيهم كيف شكلها اللي طيب. بيربحها بنفرجيهم ايه على كل حال انا على حسابي الشخصي تبع الانستغرام وليس الحساب الكبير بدي اياه يوصل 50,000 اذا بوصل 50,000 خلال شهر هو هلا في تقريبا 25,000 انتو كل واحد فيكم اللي عم بشوف الفيديو إذا بتروحوا بتشتركوا بنهار واحد من وصلهم وبوعدكم طبعا أني عن جد أنا رح أعمل المسابقة إن شاء الله واختار حدا من المتابعين وبعدها إن شاء الله تكون من نصيب حلو وين الجواب؟ جيب لي الـ70 بغرفة النوم موجود الله يسعد صباحكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا بألف خير طبعا اليوم نهار جميل جدا وأنا بهاي المناسبة فطرت ما وصلت طالع كثير حلو نزلوا هلا لا لقيك حاله هيك نزلوا بس نزلوا يلا سكر الشباك خلنا نكمل التحدي طي دور لروي زعل لهم تعال لا تزعل خلاص تعال طي دور اثنين لا طي ايه خلاص يلا قلعوا ايه
بكره بجيب له اكل بال100 ليره. يلا احد قل له احد احد. روي روي ما نعرفان شيء. عزومي يلا بابا. يمين برا. يلا بجبل يلا يا سان. شد شوي بابا الفيديو صار نص ساعة. هلا هلا ما اخذت شيء بس انا عاقبت. ليش انا شو هلا عملت فيه؟ برا 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 برا. ابي تفضل. يلا اسمع. تفضل بس ما اخترت. عيد ما اخترت. صح. يلا يمين يسار. يلا اعطيه. تفضل. لا بس هي اجت هون. طيب ما بيطلع لها. طيب يلا بدها بيطلع لها 5 ليرات. يلا يلا ليك يسار. لا وقف وقف هلا والله ما بعرف. بدك اياها هيك ليك. ايوه بدك اياها هيك ليك. خلص خلص نحسب له اياها يعني. لبيك خلاص إلك. يلا روم هلا بتفرجيهم اياها اخر الفيديو. حط لهم مقطع منها. ليك ليك روي روي خاف خاف روي. بابا خوفته لروي. بدي انزل اياها. كفو. لا بابا بدي انزل وشكلها. لا بدي اعطي سماعاتي واخذ سماعاتي. لا يلا هلا مجبورين نلعب على بينت شلون بدنا نلعبها. بقى كل واحد له كام دور. بقى دور بدور بدور. يلا لا 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 اتركها صعبة. يلا لانه انا حاولت جيب علي زحطي. هون يمين. يلا حمودي هي اخر دور بدور بدور. يلا يلا لانه الجائزة الكبرى. هلا يلا هي. لا 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 برا ما طلع لك. طيب طيب يلا الله يجعل شيء من التعدي. يلا جرب. شو هي؟ يا ريتها ما طلعت. 20 ضغط. يا ريتها ما طلعت. يلا تاني ده عادي. لا يلا يلا بشوف. 1 2 3 عد لهم. 1 2 3 4 تعال خمسة. يلا قوم. يلا 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 استشهد. عملنا 20. يلا هلا دورك صح ولا دوري؟ هاي صارت زنك للي بيجي. هاي اخر دور لي صح. 1 2 يسار. اختار يسار. يلا يلا هي حط حمودي 5 ليرات. لا 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 ما بصير. ليه نفخت؟ ما انا بدي عيدها. ما دخلني عيد. انا عايد يسار. عيد ليه لا تنفخه. حقك طبيعي. لا حدا يقرب عليا. وقفي 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 وقفي. زنك زنك. لك يسار. انا قايل انت قايل يسار. ايه لا او لا وقف. اخذت مين؟ ايه تفضل دوري. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش متت ابو جبال؟ انا راح اقول هي اخر دور لك على فكره. ايه اخر دور. ايه هي اخر دور. ايه انا راح اقول شو هي هون. شو يمين. يلا 1 2 3 عصيان يا جماعه. زنك زنك ليك هون. لا 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 زنك. طب ما لقيت لي يا حبيبي مع انه اخر وحده. هي علينا. طب ما بصير. كل مالي 1 2 3 يمين. يلا ليش زنك؟ زنك. انا انسان. خلاص شوف حمودي ابو جبل ابو جبل حبيبي حبيبي ابو جبل. اخر مره لك. اتركهم. لا وقف خالصين. انت ابو جبل حبيبي انت طلع لك 20 مره ضغط. والبقايا انت طلع لك 25 معدي. 25 معدي بس طلع لك الجائزة الكبرى. بعملكم 30 اذا بدكم. لا انا طلع لي عقوبي. الله لا يوفقك. انه انت مفطر. انه انا مفطر وبهدلتني. هلا نزل ستوري بقول انا كذاب. وطبعا طلع لي 100 ليرة فقط معه. فخلونا ننهي الفيديو. اوكي. وبعد ما ننهي الفيديو بدي منك
تاخذ لهم لقطه لهي هي وشغالي. وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو. لا تنسوا المسابقة اللي قلت لكم عليها، كل واحد فيكم بشوف هذا الفيديو ينزل على أول رابط بصندوق الوصف، يضغط عليه راح يطلع له حساب الانستغرام الشخصي، يشترك يعمل لي فولو، وكل واحد فيكم إذا بروب يعمل فولو نحن خلال يومين بنطبق 50,000. وبس صار حسابي 50,000 أنا راح أعمل مسابقة على 5 مجموعات من هاي، وكل واحد بتوصله مجموعته رح ينزل فيديو يبعث لي اياه وشاركه على الستوري. رح نختار من الفولورز 5 اشخاص. نعم. ونعطيه يعني حتى المتابعين القدامى اللي عندي احتمال يفوزوا، لانه انا رح خلي السحب اوتوماتيك عن طريق الكمبيوتر. لا تنسوا تحصلنا لايك وشير وسبسكرايب، فعلوا الجرس ليصلكم كل فيديو جديد. باي.